الاوقات معناها تم لان ولات كان الملاهي وكان المقاهي وكان معنى الوثائق الارشيف هذا اللي قلت غالي لا لا شوف هذا قداش من دراسات اتعملت هذه على المكناسي لا شوف اي تشوف اي علاش هذوما معنى المفروض بالنسبه للتونسيين والباحثين والطلبه راه موجودين هذه ايضا على المكناسي اي هذه بالنسبه ل الاقليبي لا ليزارشي وثم شوف هذايا كله راهو من تاريخ تونس ومهمل بشكل هذا غير مقبول اي اي لا 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 هذايا موجودين راهو من مده طويله وقاعدين بشكل هذا هذه دراسات دوليه وعلى كلهم جمعية دراسات دولية معناها اي الله يرحمه ينعم وكان منظم السي رشيد ادريس جمعية ابن شرف هما خاطر كانوا لهنا مستغلين الفضاء هو خاطر ابن شرف كان فرع من الجامعة الزيتونية أو حتى الحدود أو كانت تعديد النقاشات في الوقت ذاك في 55 و 56 على مستقبل النظام السياسي بتونس قد حتى يعني نعرف قريت في ابن شرف ونعرف الارشيف اي 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 للمقر نتاع ابن شرف شيء والخلدونيه شيء والمقر بالنسبه للارشيف نتاع ابن شرف هما كانوا حتى بالنسبه للقيم العام وبالنسبه للقائمين كانوا اكثرهم من جامعه الزيتون بالنسبه للخلدونيه هي حاليا معناها مستغله كمكتبه لا مستغله كمكتبه ولكن هذا اللي موجود دليل على الاهمال ما انا مش لا مش قاعدين ينقلوا هذه تصاور عندي تصاور من اي اعوام ما انا بالنسبه للكتب اللي موجوده وبالنسبه كانوا مصب فضلات بتاع كتب في حين الكتب في معنى ثمينه ولا يتمش بالشكل هذا كجمعية لا فما تو جمعية الدراسات الدولية عندها مقرها وعندها بمتاحهم على ذاك متاع سي رشيد ادريس الله يرحمه وحضرت وحضرت فيها في السنوات 80 كان بصفة دورية يتم تنظيم ملتقيات وعديد الملتقيات الموجودة ممكن تو كان نبحث معاك عن نص المحاضرة كنت ألقيتها في عام 86 ولا 85 نسيت بالضبط حول العلاقات بين تونس ومجموعة البنك العالمي فضلا على الدراسات أخرى على حرب الخليج ومنشور عمل هنا في دراسات دولية.